استغفر الله العظيم. وبعدين يا جبري، الدنيا يا اختي عماله تضيق علينا، والسواد عمال يزيد، والمشاكل بتكتر، ومفيش حاجه هتتحل الا اذا حطينا ايدينا في ايدين بعض. جيتيلي قبل كده وقلت نفس الكلام، وانا قلت لك لا، عشان تعرفي ان انا نيتي سليمه ومش ناويه على الشر. لا يا كريم، احنا الاثنين شر يا اختي، وسبحان الله يمكن ربنا جمعنا مع بعض عشان نصفي قلوبنا كده والسواد اللي جوانا ده يروح. انا قلبي نضيف من ناحيتك. لا، في قلبك كتير كتير كمان. اقول لك على حاجه، وانا كمان اللي في قلبي ليكي عمره ما حيروح ولا هنساه، بس يعني ممكن اقفل عليه الباب وما افتحوش تاني، وانت كمان اعمل كده. وانا عمري قلبي ما كان في حاجه وحشه من ناحيتك. لا يا كريم، كان فيه وكتير كمان. اقول لك على حاجه، اللي في قلبي ليكي عمره ما حيروح، بس يعني ممكن اقفل عليه الباب واعمل روحي ناسياه، وانت كمان اعمل كده. والسواد اللي قلبتيه وكبرتيه كان عمل لك ايه يا عبد الله عشان تموتيه وتمرمطيني وتبهدليني انا وبناته بالشكل ده؟ ها؟ خبريها كريم، عشان بكرهك يا اختي. اه والله بكرهك، وحفضل طول عمري اكرهك ولا عمري احبك ابدا. اها، وانا عمري قلبي ما هيصفى عليك ابدا يا جبرية. خلاص وماله، خلينا كده نقطعوا في بعض لحد عيالنا ما يضيعوا. استغفر الله العظيم يا رب. اقول لها ايه دي؟ ما انا جيت لك ومديت ايدي، قطعتيها واديتيني ظهرك، اعمل ايه اكتر من كده؟ عارفه ليه؟ قولي لي انت ليه؟ عشان لو كنت وقتها قلت لك يا كريمه هو ده بس اللي ليكي، كنت هتوافقي وتسكتي؟ ان جيتي للحق ما كنتش هوافق. اها، شفتي انت السبب في السواد اللي احنا فيه ده؟ صحك ده يا كريمه، خلينا صراحه مع بعض عشان نخلصوا. اللي احنا فيه ده مش هيخلص الا ما نمسكوا في ايدين بعض. كمنك يعني طول عمرك كنت حلوه وعايقه ولا حد شمل عينك، وانت كنت جباره من صغرك ومفيش نفر يقدر يرفع عينه فيك. يا اختي كل الناس كانت تحبك وتحب تقرب منك، ليه؟ مفيش سبب. وانتي كنت بتبصي في كل حاجه في ايدي وتاخديها حتى لو ما كنتش محتاجه لها. لما اتجوزتي عبد الله كنت حموت. كيف تدخلي بيت عبد الجواد؟ اكبر بيت في البلد. وانتي كان كل همك تبقي زي كريمه، كان نفسك تحط رجلك في البيت الكبير عشان تحكمي وتأمري في كريم. فاكرة يا كريمة؟ فاكرة عبد جواد كديه ما كانش راضي يجوزك عبد الله، وانتي ما صدقتي، دخلت البيت الكبير من هنا ونفخت النار، راح ابو عبد الله طرد عبد الله، بس انا ما همنيش، فردت ظهري ووقفت جنب عبد الله، كبر وكبرت معاه وبقيت احسن واحده في البيت الكبير ده كله. بالك يا كريمه حبيبتي، والله ولا لك عليا يمين، عشت طول عمري احلم باليوم اللي اشوفك فيه كده، يعني مكسوره ومتهانه وجعانه ومش لاقية حتى هدمة تسترك. اه والله يا ساتر يا رب. بس تقولي ايه بقى؟ الله كريم. صحيح، ونعمة بالله، وكان كريم معايا كمان. أمال
تاني أحلى ولاد، حسن ومروان أم الولاد. أنا اداني الجنة زينب وشهر ورديل، بس أنا ما شفتش الهنا والعز اللي ربنا اداهولي، ما شفتش البيت اللي أنا كنت عايشة فيه واللي كل الناس تتمنى تدخله، ما شفتش روحي وأنا كبرت البلد وكل النسوان تجي لحد عندي وتطاطي راسها، ربنا عزني، لكن أنا عقلي كان في ناحية تانية خالص. وأنا ربنا رفعني وقال لي يا كريمة مش هخليكي تحتاجي لحد، حتى جبرية اللي انتي قلقانة منها مش هخليها تشمت فيكي، هديكي كل حاجة من الخير وهخليها تشوف ان انتي في عز عمر ما حد شافه قبل كده. جبرية كريم، ما تيجي يا اختي نصفي قلوبنا كده وننظفها ونحط ايدينا في ايدين بعض، المشوار طويل قوي يا كبرية عشان خاطر ربنا. هاتي صافي لبن. حليب يا قشطي. لا جبرية يا جبرية هاتي بوس. هيرد عليكي. هو مين؟ دكتور بتاع المجانين. اصلا انا مظبط وعلى الاخر. مش هيرد، ريح مخك. يلا. يلا. اهلا اهلا حسن بيه، والله القاهرة كلها نورك. اتفضل يا باشا. ايه متفاجئ مني ليه يا باشا؟ ده انا صوفة حبيبك. اتفضل. 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 حسن بيه موجود؟ اه طبعا موجود، بس هو وصاني ان حسن بيه اكون راهن اشارته. اي حاجة محتاجها اوفقها له على طول. اتفضل يا باشا. تأمر بإيه بقى حضرتك؟ أي حاجة أنت عايزها موجودة، أي حاجة تأمر بيها تقول صوف أقول لك شبيك لبيك. إيه اللي جاب الواد ده هنا؟ ما تشغلش بالك بالخدامين. روح أعمل قهوة لحسن بيه، أنت مش فاكرها ولا إيه؟ لا إزاي؟ حد ينسى قهوة حسن بيه؟ ده حسن بيه.